الرحمن الرحيم. إلى أبناء الواحة الأعزاء بالصف الثاني الثانوي، نقدم لكم شرحا مفصلا لموضوع بلاغي هو الأسلوب الخبري. عندما نعرف الأسلوب الخبري نقول هو كل جملة خبرية تحتمل الصدق أو الكذب، ويستثنى من هذا القرآن الكريم والحديث الشريف والحقائق العلمية. معنى أنه يحتمل الصدق أو الكذب أن هذا الخبر ربما يكون صحيحا أو غير صحيح. كيف أعرف صحيح أو غير صحيح؟ قياسا إلى الواقع. مثلا إذا إحنا في الصف وفي حد زميلنا غائب، وأنا جيت قلت عمر غائب، لو أن عمر غائب حقيقي بنقول أن هذا الخبر خبر صادق أو خبر صحيح. طب أنا عمر موجود وأنا ما كنتش شايفاه، هو موجود لجوه، فحد هيرد يقول لا عمر مش غايب، يمس عمر موجود، فيبقى هنا الخبر الخبر كاذب. خلاص، فأي جملة يمكننا الحكم عليها بصدق أو كذب نقول إنها أسلوب خبري. غير طبعا لما خدتوا الأسلوب الإنشائي، أي جملة إنشائية أنا ما بحكمش عليها في صدق أو كذب. زي الاستفهام، عندما أسألك أين عمر، مجرد أن أسأل هكذا أنا لم أقل خبرا داخلا، فقط أريد إجابة. هذا طلب استفهامي أريد عليه إجابة، لا يعد من الأساليب الخبرية. خلاص، هذا الأسلوب الخبري له أغراض كثيرة عديدة حسب المعنى الذي تحمله العبارة التي أمامي. عندنا أغراض مثل الواضحة أمامنا الآن: الاسترحام، إظهار التحسر، إظهار الضعف، الفقر، النصح، التهديد أو التوبيخ، المدح. هذه هي أشهرها، هناك أساليب أخرى. الآن سنعرض لبعض الأمثلة لتوضيح المفهوم. المثال الأول يتحدث فيه الشاعر ناصحا مرشدا، يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. هنا الشاعر يريد أن ينصح من أمامه أن يتأنى، لأن في هذا التأني سوف يصل إلى ما يريد. هذا معنى قد يدرك بعض حاجته، ويحذره في نفس الوقت أو ينصحه بالابتعاد عن التعجل، لأن التعجل ربما يوقعه في الزلل، والزلل هنا يعني الخطأ. إذن هنا الغرض نصح وإرشاد. متى أعرف أن هناك نصح وإرشاد؟ عندما يكون المعنى الذي أمامي ينصح من أمامي، بمعنى ينصح المتلقي بمعنى معين يريده أن يسير تبع. الغرض الثاني هنا التهكم والسخرية. كلمة التهكم والسخرية التي أحيانا نقول عنها استهزاء، التي نقول عنها بالعامية تريقة، أن يتحدث إنسان ساخرا متهكما من وضع ما أمامي أو من شخص ما أمامي. هنا الشاعر يتحدث أنه كان قد رأى شخصا ما طويل الأنف، فقال هذا البيت: حملت أنفا يراه الناس كلهم من ألف ميل عيانا لا بمقياس. هو أراد أن يسخر فلم يقل له مباشرة أنت أنفك طويل، لكن يقول له أنك تحمل أنفا في وجهك كل الناس تراه من بعيد، عيانا يعني رؤية بالعين، لا بمقياس يعني مش محتاجين ولا مكبر ولا من أي بعد كان، وكأنه لا يظهر من وجهه إلا هذا الأنف. تمام؟ إذن هنا التهكم والسخرية حينما أظهر شيئا أكون من خلاله أسخر من هذا الشخص. الغرض الثالث هنا المدح، مثل قول الشاعر هذا:
فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبت منهن كوكب. الشاعر هنا يمدح الملك قائلا له أو مشبها إياه كأنه الشمس في صورة تشبيه تمثيلي، كأن الملك عندما يقف حوله بقية الملوك فهو كالشمس وبقية الملوك مجرد كواكب، هو فقط الظاهر من بينهم. فالمدح هنا يعني إعلاء لقدره، ويؤكد هذا المدح له في الشطر الثاني بأنك عندما تظهر أنت هؤلاء جميعا لا يظهرون. الشمس فعلا عندما تظهر فلا نرى أي كوكب آخر. إذن المدح هو عندما نظهر صفات حسنة في الشخص الذي أمامنا. أيضا عندنا غرض آخر لإظهار التحسر، وهذا عندما يتحدث الشاعر عن أشياء فقدت هو يتألم لفقدها، مثل قول الشاعر هذا: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. طبعا ولا الشباب أي ذهب الشباب، ذهبت فترة الشباب انتهت. حميدة أيامه يعني أيامه كانت جميلة، وده حتى إحنا بنشوفه في العادي دايما الناس الكبار يقولوا يا سلام على زمان، أيام زمان، أيام ما كنا، لما كنا زمان. وتظهر هنا قمة التحسر في الشطر الثاني عندما يقول الشاعر أن ذلك شيء كنت أتمنى أن نستطيع أن نشتريه أو نرجعه، طبعا وهذا لا يحدث. الغرض التالي الاسترحام والاستعطاف، وكلمة الاسترحام والاستعطاف هنا تعني أن من يتحدث يريد من المخاطب أمامه أن يرحمه أو أن يعطف عليه. دائما كنا نتحدث ونقول أن المقطع است في بداية أي مصدر، است معناها أني بطلب شيء، فعندما أقول عطف استعطاف أنا أطلب العطف، استرحام أنا أطلب الرحمة ممن أمامي به. مثل ما نقول أيضا في الاستفهام، استفهام مقطع است جنب فهمة، فأنا أطلب الفهم ممن أمامي. يقول هنا الشاعر في معرض الاسترحام والاستعطاف: وما كان للأحزان لولاك مسلك إلي، ولكن الهوى للبلا جسر. يخاطب هنا المحبوبة ويقول لها: أنت سبب كل أحزان، لولا وجودك أنت، لولا ما تفعلينه بي الآن ما كانت الأحزان لتأتي إلي، ما كان لها مسلك إلي، ما كان لها طريق إلي، ولكن هذا الطريق الذي يأتي إليها. بعد ذلك هناك غرض آخر هو التهديد، والتهديد هو أنني، أن الجملة تحمل في طياتها تهديد بعقاب ما في داخلها، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الغرض البلاغي السادس هنا للأسلوب الخبري هو التهديد، مثل الآيات الكريمة: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الخبر هنا الله عزيز ذو انتقام، هذا موجه للبشر لكي يعلموا أن الكفر سوف يكون له عاقبة. إذن التهديد يكون عندما أخبر من أمامي أنه سيكون هناك عقاب على ما تفعل. التحذير، والتحذير هو عندما أذكر لمن أمامي أن هناك خطأ ما يجب أن لا يقع فيه.
مثل أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو أبغض الحلال الطلاق كجملة مختصرة. فهو هنا خبر للناس لكي يحذروا ولا يقعوا في هذا الأمر، هو لأن كثير من الناس مثلا هنا ربما هي تقول الطلاق ليس محرما وهو محلل، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يحذر البشر أنه بالرغم من أنه حلال لكنه شيء بغيض وليس بالشيء المحرم، فالتحذير هو لأمر يجب الابتعاد عنه. ومثل القول، قول البشر بعدهم قولا عاديا، قول الأم لابنها، قول المعلم للتلميذ، قول أي إنسان، إنسان آخر يهمل، أن من أهمل ندم، كل هذا تحذير من الوقوع في مثل هذه الأشياء. الغرض الثامن هنا هو الفخر، ويكون الفخر عندما يتحدث الإنسان بصفات حسنة عن نفسه، وأحيانا في بعض الأبيات عندما يتحدث عن قبيلته، عن قومه، عن أي شيء يخصه. يقول هنا المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. طبعا هذا خبر يقوله للناس من المبالغة، أو برغم المبالغة التي يبالغ فيها، أن الأعمى ربما يصل إلى النظر، لا يقصد طبعا المعنى الحقيقي، لكنه يقصد أن أدبه مؤثر في كل إنسان، أدبه ليس كمثل شيء. طبعا نحن إذا نظرنا إلى الأدب العربي على مدار كل العصور نجد فعلا شعر المتنبي هو له مكانة عالية، وهو كان يفهم ذلك جيدا عن نفسه ويفخر به دائما. أسمعت كلماتي من به صمم، طبعا كما قلنا هي مبالغة، حتى الأصم يستمع إليه. نريد بعد أن عرفنا أسلوب الخبري، وكنت قبلا قد شرحنا لكم أو كنتم قد درستم أسلوب الإنشائي، أن نعلم أن هناك بعض العبارات أسلوبها الظاهري خبري ولكنها تحمل معنى الإنشاء، مثل هذه الجملة الدعائية التي نستخدمها كثيرا عندما يقول الناس جزاك الله خيرا. استعمال الفعل الماضي عموما ونعتبره في إطار الأسلوب الخبري، لأن كلمة شيء حدث أو حصل فكأني أخبر به، ولكننا نعلم أن هذا نريد به الدعاء لمن أمامنا. هذا ما يسمى الأسلوب الخبري لفظاً، الإنشائي معنى. إذا أردنا أن نقارن سنقول أن لدينا أسلوب يسمى الأسلوب الخبري، وهو الذي يحتمل الصدق أو الكذب بغض النظر عن قائله. طبعا وكنا قد استثنينا فيما قبل القرآن الكريم والحديث الشريف والحقائق العلمية، هذه لا نحكم عليها بصدق أو بكذب. والأسلوب الإنشائي هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، كالنداء والاستفهام والأمر والنهي. وأنهينا حديثنا بأن هناك أسلوب خبري لفظا إنشائي معنا، مثل هذه العبارة الأخرى: شفاك الله يا معين الناس. هذه بعض التدريبات التي أطالبكم بالإجابة عليها ثم إرسال إجابات إلينا فيما بعد. قال الشاعر: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. قال تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثلاثة: قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أربعة: قال الشاعر: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمون. خمسة: قال الشاعر:
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل.